كان رح يموتوا كتار مثل ابنه للمسؤول. جاي على بالي أضربه. كأنه بلش يرجع لوعيه. قلي ليش حطيت الممنوعات بشنتايتي؟ أي ممنوعات؟ الممنوعات اللي حطيتهم بشنتايتي بالحفلة، تذكرت ليش حطيتهم؟ مين بتكوني أنتي؟ أنا ما بعرفك أبداً. عن جد؟ ما بتعرفني؟ ما بتعرفني؟ قلت لي ما بتعرفني؟ ما بتعرفني؟ ما بتعرفني؟ تذكرتني؟ هي فاتت على السجن بسببك أنت يا وقح، وهلا رامبير المسكين بالحبس بسببك أنت. ليكي ليكي أنت غلطانة، أنا ما عملت أي شيء، أنا شب بحالي ومحترم. كل الجامعة بتعرف قديشك محترم، حتى نحن شفناك وقت عطيت المصاري للحارس مشان يخبي عليك وما يخبي الرئيس الجامعة شو كنت عم تعمل. أنت واحد سيء يا ولد، عم تبيع الممنوعات بالجامعة بكل جرأة. أنت اسمك نيش؟ بدل ما يسموك نيش لازم يسموك بلا أخلاق. شوفا كم وحدة أنتو هون؟ لحد هلأ أربعة من كفي وزيادة. أنا ما بعرفكن، مين أنتو؟ وليش هيك عم تطلعوا فيني؟ لأنك شاب وسيم وكتير حلو، ما عم نقدر نشيل عيوننا عنك. ساري تجيبي لنا سكينتك يلي بتحبيها، بلكي بصير بيعرفنا هلا. ما في داعي جيبها، ليك معي شايفه؟ شفتها منيح؟ هي سكينتي المفضله عندي، بتقطع جزر وفجل وبصل بكل سهوله، ورح اذيك وعزبك كمان بكل سهوله، فهمت؟ تاذيني وتعذبيني؟ ايه، وبعدها رح خليك تعاني ببطء شوي شوي، ساعتها ممكن يهدى الغضب اللي بقلب إما لبراتشي وترتاح بعد ما تشوفك عم تموت شوي شوي. بدك تأذيني؟ لا لا، وأنا عندي سكينة غير شكل، إذا ما بدك تخبرنا الحقيقة هلأ كلها أنا رح أعرف كيف أتصرف معك. وإذا ما مشي الحال أنا كمان رح خلص عليك بسكينتي المفضلة وما خلي حدا يدرى فيك أبداً. بترجاكم لا تقتلوني، أنا ما عملت شي. وبنتي كمان ما عملت شي، ومع هيك تعاقبت. انت يلي عملت هيك جريمة خطيرة وبتستاهل انك تتعاقب. وعقابك هو الموت البطيء، وفيك تختار الطريقة اللي بدك اياها، وعندك بدل الخيار اربعة. ما قلتيلي شو الخيار الرابع؟ الخيار الرابع تقتل حالك، وهيك بنتركك بحالك. طبعا وبنتركك بعدها، لازم تصلح غلطتك بهي الطريقة البسيطة، وهيك منفكر انه نسامحك. ليش لنسامحه؟ خلينا نخلص منه هلا. لا استني، وانا كمان بدي اقتله. لا كلنا رح نخلص عليك، فهمت؟ لا انتم مبين عليكم محترمين، اكيد ما رح تقتلوني، ما هيك؟ شو بتقصد بهالحكي؟ ليش بعدكم ناطرين لهلا؟ استنوا لحظه واحده، رح جيب الخشبه اللي حاططها بالمستودع تحت، وهيك انتم بتمسكوه، وانا بعرف كيف بدي اعاقبه على اعماله. انت لازم تموت اذا بدك تضلك عايش. بدك تحكي الحقيقة كلها، مفهوم؟ وإلا رح ورجيك وشي التاني، وهن رح يتصرفوا معك، وساريتا رح تضربك بالخشبة يلي معها. معك آخر فرصة، يلا اعترف لشوف. رح بلش بالعد من الواحد لثلاثة. واحد. بترجاكم. اثنين. لا تقتلوني. ثلاثة. لا لا رح أحكي كل شي، بترجاكم لا تقتلوني. إذا حكيت لكم كل شي بتتركوني روح بحالي؟ أنا ما رح أقتلك، بس بدي سلمك للشرطة، لأنه رامبير ما رح يطلع لحتى يلقوا القبض عليك. طيب سلميني للشرطة لكان، بس بترجاكم لا تقتلوني، خلاص رح أحكي لكم كل شي. أشوك وينك؟ وينك أشوك؟ وين ما كنت تكون اطلع. ماشي مو مشكلة أبدا، أنا بعرف كيف بدي طالعك. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.